قال صافي الكساسبة والد الرهينة معاذ إن جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى بكل جدية وبكل اهتمام إلى تحرير نجله معاذ. وناشد والد الطيار الكساسبة وسائل الإعلام بأن يتقوا الله بما يكتبوه وأن لا يدخلوا في مكاسب شخصية، مناشدا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج الإشاعات ويضر بنجله معاذ. هذا وزار عدد من أعضاء نقابة الفنانين اليوم ديوان عشيرة الكساسبة تعبيرا عن تضامنهم ومؤازرتهم للطيار المحتجز وذويه. معاذ هو ابن القوات المسلحة، وسيدنا صاحب الجلالة إن شاء الله إنه يسعى في الموضوع، في محل موضوع معاذ بكل جدية بكل اهتمام، وهو صاحب الولاية على القوات المسلحة، وإن شاء الله إنه ما في تقصير، ما هو مقصر له ولا الأجهزة الأمنية إن شاء الله في العمل على تحرير معاذ. أنا بقول لمعاذ إنه إن شاء الله إنه الفرج قريب، وأنت اللي قدمته لخدمة وطنك وخدمة شعبك. أعتقد إنه هاي الوقفة اللي وقفوها الأردنيين تجاه هذه الأزمة اللي صارت لمعاذ هاي تكفي فخرا هو وعشيرته، انه كل الاردن توحدت خلف هذا الحدث. انت يا معاذ ابن لكل واحد، انت من جيل اولادي، فعشان هيك بستاذنك اقول لك يابا، والقلب اللي بنبض بصدرك مش قلب امك لحاله ولا قلبك، قلب كل ام اردنيه. انت اخو لكل اردني، اللي عنده ولدين انت ثالثهم، واللي عنده بنات انت صرت اخوهم، اللي بدافع عن ارضهم وعرضهم.